يأمل سكان عبري التي تبعد عن العاصمة العمانية مسقط حوالي 350 كيلومتراً أن تصبح ولايتهم أحد المقاصد السياحية المميزة نظراً للتراث المعماري والحضاري الذي تضمه. أول هذه الآثار مدافن بات التي أدرجتها منظمة اليونسكو ضمن قائمة التراث العالمي لأهميتها وتميزها، وهي تعود لخمسة آلاف عام مضت. المنطقة تحتوي على 400 مقبرة أثرية بنيت من أحجار صلبة وضخمة على شكل قباب، ارتفاعها 4 أمتار، وفيها حجرات لدفن الموتى مع وجود أوان فخارية وحجرية وأحجار كريمة وأخشاب. منطقة بات الأثرية بمناطقه الثلاث الخطم وبات ووادي العين يعني يزخر بإرث إنساني عريق وضارب في طبعا عمق التاريخ، فعمر الموقع يقدر ب3000 سنة قبل الميلاد، وما زالت البعثات تتوالى من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وأيضا بريطانيا، وتكتشف الكثير من يعني المقتنيات التي تدل على عمق الحضارة لهذا الموقع. في وسط عبري توجد حارة الرمل، وهي قرية على سفح الجبل. هذه البيوت بنيت بالطين والحصى، وأسقفها من جذوع النخل المصبوغ باللونين الأحمر والأبيض، وتتسم البيوت بترابطها وتداخلها، وتفصلها أحيانا الممرات والأزقة الخاصة بالمشاة. ويطالب الأهالي بسرعة ترميمها وتأهيلها لتصبح مزارا لسكان المناطق القريبة والسياح. طبعا هذه المواقع وهذه الأماكن لها دور إيجابي في إثراء السياحة، طبعا إذا كان استغلت الاستغلال الجيد والاستغلال الأمثل. معظم السواح الأجانب لما يأتوا إلى المحافظة طبعا يبحثوا عن الأماكن الأثرية والأماكن القديمة. طبعا كما تعلم بأن السواح يأتوا إلى السلطنة من شهر أغسطس إلى شهر أبريل من كل عام، فهذه الفئة من السواح أو السواح الأجانب أكثر شيء يركزوا على الجوانب التراثية، وهذه الأماكن طبعا أماكن خصبة لو استغلت طبعا الاستغلال الأمثل والاستغلال الجيد في جذب السياحة. وإلى جانب حارة الرمل توجد عشرات المعالم الأثرية كالقلاع والحصون والأبراج، أشهرها حصون عبري والعراقي والسليف والأسود والمعمور والعينين. هذه الحصون بنيت قبل 400 عام وما زالت صامدة وقادرة على استقبال الزائرين. ينتظر الأهالي قيام الجهات الرسمية بترميم هذه الحارات والمواقع الأثرية خدمة للسياحة التي بدأت تنشط خلال الفترة الأخيرة، ما يسهم في إيجاد مزيد من فرص العمل ويحرك النشاط الاقتصادي. أحمد الهوتي، الجزيرة، من ولاية عبري بمحافظة الظهر.